سؤالي لزلاف، أهلا وسهلا بيكو شباب وبنات الصف الثاني الثانوي. أهلا بيكو على قناتي بروفيسور أونلاين. في الفيديو ده هحل معاكم امتحان 26 من كتاب المعاصر لعام 2024 الترم الثاني. فيديوهات قبل كده حلينا بعض الامتحانات وإن شاء الله هنكمل جميع الامتحانات. نشوف مع بعض أول حاجة الوثيقة. الوثيقة هنا عبارة عن ميل دو جاك، يعني من جاك، عادل إلى عادل، أوبجي يعني الموضوع اللي هيتكلم عنه جاك، ترافاي دي مونبير يعني عمل والدي. جاك بيقول سالي تحياتي، جي مابيل جاك دافيد يعني انا ادعى جاك دافيد. نوزابيتو اباري يعني احنا بنعيش في باريس. مونبير يعني والدي، ماجازا دي فيتمون يعني والدي عنده محل ملابس، او سنتر فيل يعني في وسط البلد، بغي دي لاجار يعني جنب المحطه. دانس ماجازا يعني في هذا المحل، اليا دي فيتمون دي مارك يعني بيوجد ملابس ماركات، بور تونيمون يعني لكل الناس. اليا اوسي دي اكسسوار يعني بيوجد ايضا اكسسوارات، دي كوليه قلادات انور من الذهب، دي باج خواتم، اي دي بريسلي ان ارجون واساور من الفضه، دي كاسكيت ان كوتون وقبعات من القطن. لو ماجازان يعني المحل، اي اوفر يعني بيكون مفتوح، دي لوندي او ساميدي يعني من يوم الاثنين ليوم السبت، دي نوفر يعني من الساعه 9 او 22 الى الساعه 22. نشوف الاسئله. دان سيدي كيمو في هذه الوثيقة، جاك بارل يعني جاك بيتكلم، دي لا بروفيسيون يعني عن مهنة، دي سومبير عن مهنة والده. هنا الكاركتير يعني الشخصية، التاي يعني الطول، الكومبا يعني الأصحاب. رقم اتنين، لو ماجازا اي اوفر يعني المحل بيكون مفتوح. طب المحل مفتوح من امتى لامتى؟ من يوم الاثنين ليوم السبت، يبقى 6 ايام، يبقى 6 جور بار سيمان يعني 6 ايام اسبوعين. هنا 5 ايام، 3 ايام، 4 ايام. رقم 3، لي باك اي لي بريسلي سو دي لا ميم نقط، يبقى الخواتم والاساور بيكونوا من نفس الماتير المادة. هنا التاي الحجم، الكولير اللون، الفورم الشكل. رقم 4، دون سي ماجازا يعني في هذا المحل، اليا دي فيت مودي مارك يعني بيوجد ملابس ماركات، بور تو لي موند يعني لكل الناس. هنا بور لي زوم سي المو يعني للرجال بس، بور لي فام سي المو يعني للسيدات فقط، pour les enfants seulement يعني للأطفال بس. الوثيقة الثانية، سالي مي كومبان يعني تحياتي يا أصحابي. هنا مين اللي بيتكلم؟ سيمون. تقول سامدي بروشان يعني يوم السبت اللي جاي، 22 فبراير 22 فبراير، جي في سيليبري يعني أنا سوف أحتفل، مون انيفرسير بعيد ميلادي، سيسوار هذا المساء، شي موا يعني عندي، يعني عندي في البيت. توت لا فامي كل العيلة، فا اتر لا يعني هتيجي هناك، سيتين فت دي جوزي انها حفلة تنكرية، اللي كوبا فين يعني الاصحاب هيجوا، بو سي دي جوزي عشان يتنكروا انانيمو يعني في زي حيوانات. لويز فا اتر دي جوزي اون شات يعني لويز هيتنكر في زي قطة، بول اون لوان هيتنكر في زي اسد، اي اليس اون فاش في زي بقرة، موا أنا جو في إتر ديغوزي أن أوازو وأنا هتنكر في زي عصفور، مي بارون فو أبورتي دي جاتو يعني والدي سوف يحضروا الجاتو، إي مي جرون بارو والأجداد فو أبورتي دي شوكولا هيجيبوا الشوكولاتة. شوف السؤال رقم 5، أليس فا إتر ديغوزي يعني هتتنكر في زي أون فاش يعني بقرة. رقم 6، لانيفرسير دي سيمون فا اتر يعني عيد ميلاد سيمون هيكون لو 22 فيفريي يعني 22 فبراير. هنا دي 20 فبراير، هنا 23 يعني 23 فبراير، 21 يعني 21 فبراير. رقم 7، لي بارون فو ابورتي يعني الوالدين هيجيبوا دي جاتو بوغ لافيت للحفلة، هيجيبوا الجاتو للحفلة. هنا دي كادو دي الهدايا، دي بونبون الحلويات، دي شوكولا الشوكولاتة. رقم 8، لا فيت فا اتر يعني الحفلة هتكون شي سيمون عند سيمون، لان هي بتقول ان الحفلة شي موا هتكون عندي يعني عندها في البيت. هنا او كلاب يعني في النادي، اليتال يعني في الفندق، شي بال يعني عند بال. طب نشوف سؤال السيتواسيون اللي بيكون طالب منك انك تختار اجابتين صح. لازم نحدد مين اللي بيتكلم في الاول ومين اللي بيتكلم في النهايه. هنا بيقول تي ديموند او فوندور يعني انت بتسال البائع عن لو بري دي لا روب يعني عن سعر الفستان،
فانت هتقول ايه او انت هتقولي ايه؟ اقول لا سيت غوب، يعني هذا الفستان سي كومبيان، يعني انه بكام. او هتقول كيلي سون بري، يعني ما هو سعره. طب نشوف بقى الاختيارات معناها ايه. هنا من اي شيء بيكون الفستان، ده سؤال عن المادة الخام. سي كوا سا، يعني ما هذا. هنا سي في كومبيان، سي تجيب، يعني ده بكام الجيبة. ده هنا بيسأل عن سعر الجيبة مش الفستان. رقم 10، تي ديماند اتونامي، يعني انت بتسأل صديقك. او تيميلي فولار، يعني اين انت تضع الفولار اللي هو الوشاح او الكوفية، فهو هيرد ويقول. طيب عندنا في اول الفت نظري كل حاجه ان الفولار هنا كلمه مفرد مذكر، تمام؟ يعني لما اجي اعوض عنها بالضمير هعوض عنها بالضمير لو، خلاص ذكر. طيب يبقى انا هختار جو لومي، يعني انا اضعه، يبقى لو دي عايده على الفولار مفرد مذكر، يبقى جو لومي يعني انا بلبسه او بضعه. اوتور دي كو يعني حوالين الرقبه، او هيقول جو لومي يعني انا بلبسه سيغ لي ايبول يعني على الكتف. طب نترجم بقى الاختيارات. هنا جي لي مي سيغ لي زيي، يعني انا بضعهم على العيون، هنا ده ضمير للجمع. هنا جي لا بورت سيغ لا تيت، يعني انا بضعه على الراس، كانت ممكن تنفع لو دي مذكر، لكن هنا ده ضمير للمؤنث، خلاص ذكر. هنا جي لا بورت او بيي، يعني انا بضعهم في بضعه في الاقدام. رقم 11، انا مي يعني صديق، تي دي موند بيسالك سو كو تي في على كوزين، ماذا انت تفعل في المطبخ، فانت هترد وتقول جد مامير يعني انا بساعد امي، او جي في اون سالاد انا بعمل سلطه. طب نترجم بقى الاختيارات. جيمي دوش انا باخد دش، انا بذاكر دروسي، هنا انا بعمل الواجب. شوف سؤال الاختيار الخاص بالجرامير. جم انا بحب توت لي ماتير سوف لي مات، يعني انا بحب كل المواد ما عدا الرياضيات. كلمه لي ماتير كلمه جمع مؤنث، يبقى هختار توت بالشكل ده. الاولى بتيجي مع المفرد المذكر، هنا مع الجمع المذكر، هنا مع المفرد المؤنث، وكلهم بمعنى كل. رقم 13، نقط تري موفي، يبقى اقول الفي تري موفي، يعني الطقس بيكون جميل جدا، سيء جدا. طيب ليه انا ما اخترتش مثلا الليتون، يعني الجو؟ طب هنا لازم يجي بعدها تصريف فيرب ات، يعني الجو بيكون، خلاص ذكر. برضو هنا السيال السماء، برضو يجي بعدها تصريف فيرب ات، يعني السماء تكون. هنا اليوم معنى يوجد، بيجي بعدها أداة نكر أو عدد، يبقى هنا إيل في معناها الطقس يكون، هنا تصريف فيرب فير، لكن هنا جاي في السؤال ده بمعنى يكون، خلاص ذكر. يبقى إيل في معناها الطقس يكون. هنا رقم 14، هنا مي شوسير يعني حذائي، سو بيكون طبعا الشوسير هنا جمع مؤنث، يبقى الصفة اللي معاها تيجي جمع مؤنث، يبقى هختار سامبا الاختيار الثاني، وسامبا بتيجي مع الجمع المذكر وتيجي مع الجمع المؤنث. هنا اوريجينو يعني اصليين، دي جمع مذكر. هنا جولي جمع مذكر يعني جمال. هنا دي مودي موضة قديمة، ودي جمع مذكر. رقم 15، مون اونكل فا فواياجي يعني عمي سوف يسافر، اون ايروب يعني اوروبا، طبعا ده البلاد طبعا اللي درسناها في الترم الاول، برضو لازم ترجعها. رقم 16، على بلاج يعني في الشاطئ، جو مي انا بلبس ام مايو دي بان يعني مايوه للسباحه، كلمه مايو دي بان كلمه مفرد مذكر هتاخد ان. رقم 17، اون سومي شوسات يعني اين شراباتي او جواربي. طب نترجم بقى الاختيارات. بوكوا يعني لماذا، كوا يعني ما، او ماذا كل معنى ما او اي. طب نشوف مع بعض الميل. سالي ارد واقول سالي. Où vas-tu pendant les vacances d'été؟ يعني أين تذهب أثناء أجازة الصيف؟ أقول je vais à la mer، يعني أنا هذهب إلى البحر. Avec qui، مع مين؟ Avec mes amis، مع أصحابي. نشوف السوجي، بيكون طالب منك إنك تكتب من 20 ل 25 كلمة. يقول لك parle de tes projets، يعني اتكلم عن مشاريعك. Au club pendant le week-end، يعني اتكلم عن مشاريعك في عطلة نهاية الأسبوع. البرانشان يعني القادمة. يبقى انا هنا هستعمل زمن المستقبل، وعايزك تتكلم عن التوم الزمن، والسبور الرياضه اللي انت هتمارسها. طيب هنقول لي ويكند بروشان، يعني يوم عطله نهايه الاسبوع القادمه. اديزر الساعه 10، جي في الي يعني انا سوف اذهب او كلب الى النادي بور جوي فوت، عشان امارس رياضه كره القدم. يبقى انا هنا استعملت زمن المستقبل.
À 15h, الساعة 15, je vais nager à la piscine. أنا سوف أعوم في حمام السباحة. Je vais bavarder, يعني أنا سوف أسرسر avec mes amis, مع أصحابي. يعني هقعد أحكي مع أصحابي. تمام؟ كنا نكون انتهينا من حل الامتحان. شكرا لسماعكم. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلكوا جميع الفيديوهات الجديدة.